أبنائي الأعزاء، طلاب وطالبات الصف الثاني الابتدائي منسوبي شركة آفاق التعليمية، أهلا وسهلا بكم. اليوم أنتم على موعد جديد ودرس جديد من دروس مادة الفقه والسلوك. درسنا اليوم يا أبطال بعنوان المحافظة على الممتلكات الخاصة وحقوق الآخرين. أتعلم في هذه الوحدة المحافظة على الممتلكات، ويسعدني أن نتشارك في تنفيذ بعض الأنشطة التي تعينني على التزام هذه الآداب وتطبيقها. النشاط الأسري، حاور ابنك أو ابنتك عن أهمية الحفاظ على الممتلكات. النشاط الأول، أمامنا يا أبطال صورتين، أي الصورتين أفضل؟ بالتأكيد الصورة رقم 2، لأنها تظهر بنظافة رائعة وترتيب جميل. أنقل العبارة الآتية تحت الصورة المناسبة: أنا أحافظ على نظافة غرفتي وأضع كل شيء في مكانه المناسب. النشاط الثاني، أضع علامة صح تحت التصرف المناسب في الصور الآتية: وجدت محفظة ملقاة على الأرض. كما نرى في الصورة يا أبطال، البطل وجد محفظة، فماذا يفعل؟ هل يأخذها لنفسه أم يبحث عن صاحبها ويعطيها له؟ ممتاز، هذه الصورة هي الصحيحة يا أبطال. إذا وجدنا شيئا ملقا على الأرض نعطيه لصاحبه. النشاط الثالث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أقرأ الحديث السابق وأستخرج منه خلقا يحبه الله ورسوله وألتزم به. سمعتكم، الأمانة، ما شاء الله. أكتب العبارة الآتية في المكان المناسب: أنا أحب أن أكون أمينا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى التقويم. السؤال الأول، أرتب الكلمات الآتية: لا ألقي، المهملات، جاري، منزلي، أمام. لا ألقي المهملات أمام منزلي، جاري. أحسنتم أيها الأبطال. السؤال الثاني، أضع علامة صح تحت التصرف الحسن وعلامة خطأ تحت التصرف السيء في الصور الآتية: الصورة الأولى، نعم هي خاطئة، تصرف سيء. لا نكتب يا أبطال على الجدران، نحافظ عليها نظيفة، بارك الله فيكم. الصورة التالية، خاطئة. أحسنتم يا أبطال. لا نضع المشروبات الحارة أو أي مشروب بجانب الأجهزة الكهربائية، بارك الله فيكم. الصورة الثالثة، بالفعل هو تصرف حسن، نضع الأحذية في مكانها المخصص. والصورة الأخيرة، صحيحة، بارك الله فيكم. السؤال الثالث، أربط بين الصورة في العمود ألف والصورة المناسبة لها في العمود باء. العمود ألف، الصورة الأولى، نعم الكتب، نبحث ونقرأ فيها في المكتبة، بارك الله فيكم. الصورة التالية، الملابس المتسخة، نضعها في الغسالة لغسلها غسلا جيدا وتنظيفها. أحسنتم. الصورة التالية، ممتاز، القمامة نضعها في الصندوق الخاص بها. ممتاز، الملابس النظيفة نعلقها في المكان المخصص لها ونرتبها في دواليبها الخاصة. بارك الله فيكم أيها الأبطال، أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.